بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أجمل سليم. أما بعد، طلاب شركة أفاق التعليمية، أهلا وسهلا بكم ومرحبا مع درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، ومع أول درس من دروس الصف الرابع دروس الوحدة الخامسة. الدرس الأول يا شباب وهو بعنوان الأرض. طيب، أهداف الدرس إن شاء الله، أهداف الدرس هنتعرف على شكل الأرض، هنتعرف على المجموعة الشمسية إن شاء الله، دول ضمن أهداف الدرس. لماذا الكواكب موجودة في المجموعة الشمسية؟ لأن الكواكب طبعا تدور في مسارات حول الشمس، فهي مرتبطة بالشمس. ماذا يعني موقع الأرض في المجموعة الشمسية؟ كوكب الأرض خامس أكبر الكواكب في النظام الشمسي، يعني هو الكوكب الخامس من حيث الحجم. كذلك أن كوكب الأرض بيضاوي الشكل ويغطي الماء 71% من سطحه. الأرض طبعا جزء من المجموعة الشمسية التي خلقها الله عز وجل في الكون وجعل الإنسان فيها. طبعا الإنسان لا يعمر الأرض ويستفيد منها، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طبعا لو شفنا يا أبطال، هذه شكل المجموعة الشمسية. طبعا المجموعة الشمسية تتكون من نجم واحد وهو الشمس، ومجموعة من الكواكب تدور حول الشمس. حد يعرف كم عددهم؟ يلا أبطال نعدهم الآن: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 كواكب تدور حول الشمس. كوكب عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. لو شفنا أكبر كوكب طبعا هو المشتري، وأصغر كوكب هو عطارد. أقرب كوكب للشمس عطارد، أبعد كوكب عن الشمس هو نبتون. لو شفنا يا أبطال شكل الأرض، طبعا هذه الصورة التقطت من الفضاء الخارجي عن طريق مركبات الفضاء، علماء الفضاء التقطوا صورة للأرض. فلو نظرنا لهذه الصورة نستطيع أن احنا نستنتج يا أبطال شكل الأرض، يا ترى شكل مثلث ولا مربع ولا شكل كروي؟ هنشوف. هنلاحظ أن الأرض يا أبطال شكلها أسهمت الاكتشافات العلمية في تحديد شكل الأرض، وقد وصف العلماء منذ قديم الزمن ومنهم العلماء المسلمون الأرض بأنها كروية الشكل. يعني لو شفنا هذه كروية الشكل، ولذلك تسمى باسم الكرة الأرضية. لماذا لا نرى الشكل الكروي للأرض؟ قال لك الأرض كبيرة جدا. احنا لو مسكنا كرة البدنية، الأستاذ البدنية الأستاذ إسلام، هنلاقي ان الكرة لو حطيت رجلك عليها تحس ان انت واقف على كرة. لكن الارض ليش انا ما اشعر بان الارض كرة؟ قال لك لا اشعر ان شكل الارض زي الكرة، لان طبعا الارض كبيرة جدا، وانا استطيع ان انا اشاهد الارض على شكل كرة من خلال مسافات بعيدة جدا او من مناطق مرتفعة او عالية جدا. تعالوا نشوف ابطال الصورة اللي احنا شفناها من شوية، هل التقطت صورة الكرة الارضية من مكان مرتفع من قال لك من صورة من الفضاء؟ طيب نشاط اثنان، على ماذا يدل اللون الأزرق اللي احنا شفناه؟ طبعا مسطحات مائية، واللون البني يدل على اليابسة. لو شفنا هذا الشكل هنلاحظ هذا شكل الكرة الأرضية. يعني ممكن واحد يتوقع يقول لك الناس الموجودين في أسفل الكرة الأرضية دول ممكن يطيحون، رأسهم موجودة للأسفل، فإن الناس الذين يعيشون في الجنوب سوف يسقطون. والحقيقة أنها بسبب الجاذبية تتجه جميع الأشياء ومنها الناس عموديا نحو سطح الأرض، بينجذب نحو مركز الأرض ولا يشعرون بأن رؤوسهم أسفل زي ما أنتم شايفينهم في الصورة. نشاط اثنان، لو شفنا هل هذه المركب أو هذه السفينة، هنلاقي هنا الجزء العلوي والسفلي ظاهر، هنا الجزء السفلي بدأ يختفي، هنا اختفى نهائيا. السؤال هنا يا أبطال، لماذا اختفت الجزء، لماذا اختفى الجزء الأسفل من السفينة عندما نبتعد عن الشاطئ؟ لأن الأرض طبعا كروية الشكل، فإحنا بنشوف الأجزاء الأعلى ولا نشوف الأجزاء الأسفل، لأن مية البحر بتغطيه وكده. انتهى درسنا يا أبطال، ونشكركم على حسن الإنصات، وإلى اللقاء مع درس جديد إن شاء الله تعالى، درس جديد من دروس الاجتماعيات. والسلام عليكم ورحمة الله.